أهلا بيكم. فاتن حمامة كانت عنوان للبراءة، الجمهور سماها سيدة الشاشة العربية لأنها كانت نموذج للفنانة الشاملة اللي ملهاش أي مشاكل في حياتها، وما يعرفش أنها كانت من ضمن الفنانات اللي حاول تجندهم صلاح نصر. تعالوا بقى أقول لكم مين المسؤول اللي ساعدها وإزاي قدرت تهرب برا مصر ومين اللي رجعها جديد. بس قبل ما نبدأ في حكايتنا النهاردة، اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل. يلا بينا نبدأ حكايتنا. كتير من الناس بقى عارفين ان المخابرات المصرية في عهد رئيسها صلاح نصر كانت بتجند الفنانات، وقع منهم كتير في الفخ زي سعاد حسني وشرفة ماهر وغيرهم. وجي الدور بقى على فاتن حمامة اللي اتصل بها واحد وقالت عنه في مذكراتها انه شقيق فنان معروف وكان بيشتغل في هيئة الاستعلامات. والناقد أشرف غريب اللي ألف كتاب عن فاتن حمامة قال إنها كانت بتقصد مرسي سعد الدين شقيق الموسيقار بليغ حمدي. المهم في الاتصال ده طلب منها تحديد ميعاد مع ضابط مخابرات اللي قابل فاتن حمامة وعرض عليها تشتغل مع الجهاز، وادها كتاب علشان تتعرف على طبيعة العمل ده وكلمها عن أمن البلد والتضحيات زي ما قالت كده في مذكرتها. لكن فاتن حمامة رفضت العرض رفض قاطع، كمان بعد ما قعدت تفكر لمدة أسبوع ما نامتش فيه وكلمت أصدقاء مقربين ليها علشان تاخد رأيهم. المهم الرد في النهاية كان هو قرارها بالرفض. طيب هل الموضوع بقى خلص على كده؟ الإجابة لأ، ده بدأ لما بدأت فاتن حمامة تتعرض لمضايقات كتير جداً. وهنا بقى نصحها علي أمين اللي كان واحد من الأصدقاء المقربين لفاتن حمامة إنها لازم تسيب البلد، لكن إزاي هتقدر تهرب؟ اللي ساعدها بقى في الموضوع ده زكريا محي الدين اللي كان الرئيس السابق للمخابرات وكانت بتربطه علاقة أسرية بفاتن حمامة. وهربت فاتن حمامة لكن اتعرضت لحملة تشويه كبيرة جدا هي وجوزها عمر الشريف، وكانت الحملة دي سبب في إقالة سعد الدين توفيق رئيس مجلة الكواكب اللي سمح بنشر رسوم كاريكاتيرية بتتهم فاتن حمامة إنها بتجري ورا جوزها عمر الشريف في عواصم أوروبا علشان تمنعه من إقامة علاقات، وفي نفس الوقت بقى عايزة تبقى زيه وتقلده علشان توصل للعالمية. طب إزاي؟ رجعت فاتن حمامة مصر مرة تانية زي ما قلتلكوا في أول الفيديو إن كان في أبطال ساعدتها على الهروب، كمان في أبطال ساعدوها إن هي ترجع لمصر مرة تانية، وكان على رأسهم كوكب الشرق أم كلثوم وعبد الحميد جودة الصحار الكاتب الروائي المعروف والكاتب يوسف إدريس. كل دول حصلوا على رسائل من وزارة الداخلية بتطمن فاتن حمامة وبتشجعها إنها ترجع لمصر، خصوصا إن الظروف السياسية في البلد اتغيرت وتقدم صلاح نصر للمحاكمة. الناقد أشرف غريب بقى بيقول إن رجوع فاتن حمامة لمصر ما كانش بعد رحيل عبد الناصر زي ما تقال، وبيقول إنها رجعت مصر في فبراير سنة 70 يعني قبل رحيل الرئيس جمال عبد الناصر بشهور. وفي مصادر تانية قالت إن الرئيس عبد الناصر طلب من فاتن الرجوع لمصر عن طريق رسالة اتأسف فيها عن اللي حصل معاها، ورجعت فاتن حمامة مصر وكملت مسيرتها الفنية. عايزة رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الإشعارات، وانتظرونا في فيديوهات ومفاجآت تانية كتير جدا. أسيبكم في رعاية الله وأمنه وحفظه، والسلام عليكم. باي باي.